قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إن عمان مستعدة لمواصلة بذل كل الجهود للحفاظ على وحدة الداخل السوري ومساعدة شعبه في التغلب على الصعوبات. من جهته أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن شكره وتقديره لموقف عمان، معبرا عن أمله في إقامة تعاون مع السلطنة من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا. وكان وزير الخارجية السوري قد زار سلطنة عمان في أغسطس الماضي، ويذكر أن لكلا البلدين اللذين تجمعهما علاقات دبلوماسية وثيقة علاقات وثيقة مع طهران الحليف الإقليمي لنظام بشار الأسد، حيث قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى سوريا في 3 سبتمبر الماضي، والتقى مع الرئيس السوري ووزير الخارجية وليد المعلم. بعد ذلك وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة مفاجئة في 20 أكتوبر الجاري. وفي 23 من نفس الشهر توجه وفد برلماني روسي إلى دمشق. كما من المقرر أن يقوم في وقت لاحق وفد برلماني فرنسي بزيارة دمشق. وتفيد التقارير أن الدبلوماسية السورية بدأت تنشط بشكل واضح عقب الدعم الروسي المتمثل بالضربات الجوية في سوريا، والذي قد يساهم في تغيير الصورة النمطية للنزاع السوري المتواصل منذ نحو 5 سنوات.